الأفوكاتو. تشاهدون في الحلقة المقبلة من الأفوكاتو مع الدكتور أيمن عطلة: هل تطبيق التعديل على قانون الضريبة العقارية سيضر بالسوق العقاري في مصر؟ من المنوط به سداد الضريبة العقارية؟ هل تمثل الضريبة العقارية ازدواجاً ضريبياً؟ الأفوكاتو مع الدكتور أيمن عطلة، السبت 14 يوليو 7 مساء على القاهرة والناس 2. أهلاً بكم في العاصمة.